نشاطنا اليوم هو الارت بوتس اللي هو روبوتات الفن. عشان نصنع روبوتات الفن هنحتاج لكوب ورقي، الوان ماركرز، ولصق، ورقة، مقص، فرشاة اسنان كهربائية، صمغ، بطاريات وعبوة البطارية، أشياء للتزيين زي الأعيان أو الألوان الترتر، كرات قطنية أو أعواد قطنية. أول شيء هنحتاج نسويه هو ناخد الكاسات الورق ونلصق عليها ألوان الماركرز بهذه الطريقة عشان تكون هي الأرجل. بعدين نجيب البطارية، أنا حط البطارية جوتها، ونجيب فرشاة الأسنان الكهربائية ونشيل القاع ونحاول نفك اللي جوتها عشان نطلع الموتور. تقدروا تسووه بأصبعكم أو بالمقص. هنا الموتور، هتلاحظوا انه في طرف حديد، تاخذوا اسلاك البطارية وتحاولوا تدخلوها في الحديدة نفسها. انا عشان اثبت الاسلاك بالموتور هستخدم اللصق. بس عشان اثبته، وهذا الشيء اختياري. نجرب اذا شغال ولا لا. نضغط الان، شغال. بعد كذا هنلصق البطاريات والموتور في أي مكان انتو حابينه. أنا هخليه فوق، هخلي الموتور على جنب. هتحتاج لصق كتير لأنه البطارية تقيلة. بعدين حلصق الموتور هنا، كده لصقت الموتور والبطاريات فوق. بعدين يمديكم تزينوه بالطريقة اللي تبغوها. أنا هحط الأعين، أعين الترتر،
Gracias.